مرحبا، جولة جديدة من جولات لوجين اليومية صارت جاهزة وحاملة مع أكثر الأخبار يلي تصدروا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالساعات القليلة الماضية، وحنبدأ مثل العادة بعناوين سريعة. الانطلاقة من العراق وعن جريمة هزت الشارع العراقي ومقتل طفل على إيد زوجة أبوه بأبشع الطرق، وبتاني أخباري حأمرق لعند الطفلة يلي بكيت بقهر بسبب موت حصانة ولكنها تفاجأت لاحقاً بهدية فرحت قلبها. أما الختام فمع عالم الأبليكيشنز وواتساب بعضه عم يطور ويحدث، وحالياً في شيء جديد بخص الساعات الذكية حنعرفه بسياق الحلقة. لهيك ما حطول عليكم أكثر، حنبلش فوراً بأول خبر وأول لوجين على فيسبوك. أثارت صور وفيديوهات لطفل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الشارع العراقي، خصوصاً من بعد ما حملت جثته آثار التعذيب الكبير يلي تعرض له. الطفل موسى صاحب السبع سنوات توفى من بعد تعرضه للتعذيب كتير كبير من قبل زوجة أبوه، شمل استعمال الكهرباء وبعدين السكين والملح والخنق لوقت ما فارق الحياة بمنطقة الخطيب ببغداد ضمن جريمة مروعة. طبعاً السلطات ألقت القبض على زوجة والد الطفل لاستكمال الإجراءات التحقيقية وإحالتها للجهات القضائية المختصة، ولكن من بعد انتشار الصور والفيديوز ومن بعد ما أثار الخبر غضب كبير واستياء لكتار، لأنه أثار التعذيب الشديد وآثاره كانت واضحة على جسم الطفل. كثير من وسائل الإعلام العربية تحركت كرمال تتابع هاي القضية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الخبر على أوسع نطاق. أما عائلة والد الطفل فرفعت دعوى قضائية ضد زوجته من بعد ما ألقت الشرطة القبض عليها أثناء محاولة الهروب من المنطقة بالوقت يلي من عرفت فيه دوافع الجريمة، ولكن ردت فعل الأب أثارت استياء لكتار. فالبعض قال من رواد السوشيال ميديا أنه باين عليه الأب أنه متفق معه، لأنه بالفيديوز يلي انتشروا بكاؤه كان باين تمثيل، ولا حتى آثار الصدمة كانت واضحة عليه، قاعد عم يعصر دموعه عصر كرمال تنزل. ولكن بالطرف المقابل من رواد السوشيال ميديا كتار لاموا الأم أو أم الطفل، كيف بتتخلى عن ابنها وتتركه مع زوجة أب ما فيها حنية ولا حتى حتكون حنونة عليه؟ بالنهاية لا الأم ولا الأب ولا الزوجة صانوا الأمانة، والطفل حاليا صار بين إيدين ربه من دون أي ذنب عامله. أكيد الرحمة لروح موسى هالطفل يلي ما كان بيستاهل كل الشيء اللي صار فيه، إن شاء الله يا رب ملاك بالجنة. تاني أخبار جولتي اليومية وتاني لوجين على إنستغرام. وبتاني أخباري لليوم حنروح لعند فيديو صار ترند بالساعات القليلة الماضية لطفلة عم تبكي على جثة حصانة يلي مات. ومن بعد انتشار مقطع الفيديو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمر بمنح وإهداء الطفلة العراقية، ومن بعد انتشار الفيديو مجموعة خيول من بعد موت فرسة وظهورها بمشاهد وهي وعم تبكي عليه، ووجه سموه أيضا بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص فيها. الفارسة الصغيرة اسمها لانيا صاحبة 8 سنوات فقدت فرسة وصديقة الوحيد، وأثارت حالة من التعاطف والتفاعل الكبير معها على منصات التواصل الاجتماعي. لانيا تصنف كأصغر فارسة بإقليم كردستان، وقالت إنه حصان الوحيد هو كان مريض بالفترة الأخيرة وحاولت أكثر من مرة أو قدر المستطاع إنه تساعده وتفوت لحتى تطعميه وترعاه، بالرغم من إنه طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه. وعلى الرغم من هذا الشيء وعلى الرغم من خسارتها لأغلى صديق لإلها، إلا إنها ما حتنساه وبتضل تزور قبره، وصرحت إنه كانت تحلم يكون لإلها مكان خاص لحتى تعلم شباب وبنات كردستان الفروسية. وبالفعل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حقق لحلمها. ما
مشاهد مؤثرة للأمانة، ومعاني الوفاء دايماً تتجسد بكتير قصص وكتير تفاصيل. وقدي اليوم وقت نقدر نواسي هالأطفال بأي تصرف بيكون، فنحن بيكون موقفنا لإلهم مهم وداعم وبيشجعون. آخر أخبار جولتي اليومية وآخر لوجين على واتساب. وختام أخباري لليوم رح انتقل فيه لعالم الأبليكيشنز وواتساب يلي عم يسعى دايماً للتطوير والتحديث. فأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إطلاق أول إصدار من تطبيق واتساب حيكون مخصص للساعات الذكية، ومع هذا الإطلاق الجديد حيقدروا المستخدمين من تلقي المسجات وبدء المحادثات وأيضاً إجراء المكالمات بواسطة الساعات الذكية، وما رح يحتاجوا أبداً لهواتفهم أنه يكونوا معهم كرمال يستخدموا هي الميزات. وبمجرد تفعيل واتساب حيتيح التطبيق بدء محادثات جديدة والرد على المسجات بالنصوص وحتى إرسال المسجات الصوتية أو الفويس وأيضاً استخدام الرموز التعبيرية. وأكدت الشركة أيضاً أنها تشتغل على توفير واتساب بالمزيد من الأجهزة بالمستقبل. أما إذا بدنا نحكي بالتفاصيل وكيفية استخدامه، فمن بعد تنزيل الإصدار المخصص للساعات الذكية حيتمكن المستخدمين من ربطه بحساب واتساب على الهاتف الذكي، وحيقوم التطبيق بمزامنة الدردشات الأخيرة من الهاتف للجهاز القابل للارتداء، تماماً مثل تطبيق واتساب لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس. يعني عالم السوشيال ميديا وعالم الابليكيشنز بالفترة الأخيرة عم بيكون بتطور دائم. أنا مع هذا الخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية من لوجين. أكيد لكل الأشخاص اللي حابين يشاركونا الأخبار والفيديوز والقصص الترينز يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا، وببساطة تقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتتركوا لنا كل الكومنتس واللينكات والأخبار والفيديوز يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا هي كانت حلقتي وهدول كانوا كل أخباري. مواضيع معكم بيتجدد بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية. من هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.